سلام البنات، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن أحوال دائما يا رب. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة ديال الفقس، وصفة سهلة وبسيطة. عندنا في المقادير 3 ديال البيضات، عندنا حمرة الحلوى 3 غرام، شوية ديال الملح، واحد مغروفة ديال حبة حلاوة ديال النافع مطحوني، 100 غرام ديال النوا مقطع بحال هذا الشكل هذا، 100 غرام ديال الزبيب مقطع بحال هذا الشكل هذا، عاوتاني قطع صغيرة، واحد المغرفة هذيك كبيرة ديال المزهر، و 180 ديال الزيت. صافي كنخلطو المقادير كاملة مع بعضياتها و كنضيفو الدقيق. دقيق عين في الميزان حتى كتجمع العجينة. صافي حتى كتولي عندنا العجينه بحال هذا الشكل هذا، وكنقسموها الى قطع متساويه، كنعدلو على شكل طولي. كنديرو مع الخليط ديال الاصفر البيضه و نسكافيه قهوه سريعه في الماء، كنديرو الجديد كامل كنديرو مزيان على كدا، من بعد كنديرو الجديد بخطوط تجينا بحال هكا، خطوط طولية. هذا الشكل هذا باش ملي كنقطعو تيجينا مزوق. صافي ديك الساعه كندخلو يطيب في الفرن، غير تا كيشبر في راسو ماشي تا كيطيب طياب كامل، كيبقى بياض كيكون صح طايب ولكن ماشي 100% بحال هاد الشكل هذا. ملي كيبرد كنغطيوها واحد كتكون تازه الماء، نعصرها ملي كيما نغطيوها نعملوها في نخليوها حتى لغدا ان شاء الله. الا عدمتو في العشيات خليوها ليله كامله حتى الصباح، ولا عاد في الصباح حتى العشيه. كنقطعوا بحال هذا الشكل هذا، كنعملوا في بلاطه مره اخرى وكندخلوا الفرن يتحمر وصافي. الفقر ديالنا واجد. صحه وراحه. السلام عليكم.
بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا.